مستنيين لحظة وصولكم بالسلامة. كنا كتير متشوقين نسيب في قلوبكم علامة. عشان كده كلنا شغلنا بالنا وعقلنا ازاي تكونوا مبسوطين، ازاي تقضوا وسطنا احلى الدقايق والساعات وتبقوا فرحانين، وتسيب بلدكم في قلبكم لهفة وحنين، وتسيبوا انتم في قلبنا شوق اللقاء. يلقي كلمة الترحيب نائبا عن اللجنة التنظيمية قدس أبونا رفائيل ثروت المنسق العام للملتقى، كاهن كنيسة مرمينة في أم الخليج، وعضو اللجنة الفنية المعاونة لسكرتارية المجمع المقدس. We have been impatiently waiting for the moment of prayer save a life. Thus, we have been fully occupied thinking how to make you happy and satisfied. To spend among us the most precious moments in ultimate joy and happiness. The welcoming speech and the conference introduction will be presented by Reverend Father Rafaeel Tharwat, the Conference General Coordinator and the Deputy of the Organizational Committee. صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الآباء الأساقفة، السادة أعضاء مجلس النواب الحاضرين معنا، السادة الحضور الكريم، الشباب المشارك معنا من كل أنحاء العالم، أنا عايز أقول لكم مشاعري مختلطة، فرحان وفخور إن إحنا بنلتقي النهاردة في حفل افتتاح الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ده طبعا حدث تاريخي لانه اول مره يحصل في تاريخ الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه كلها. الملتقى ده يا جماعه بيجمع 200 شاب من حوالي 30 دوله من 5 قارات العالم كله تحت شعار باك تو ذا روتس، في برنامج هيستمر 8 ايام بين هنا في المقر البابوي في مركز لوكوس بدير الانبا بشوي، وبين القاهره وبين اسماعيليه وبين اسكندريه. أنا بنعمة ربنا في كلمتي هركز على 3 نقاط سريعة. النقطة الأولى، لماذا هذا الملتقى؟ إحنا السنة دي سنة 218 الكنيسة بتحتفل بعدة مناسبات. أول مناسبة فيها 100 سنة على تأسيس مدارس الأحد على يد الأرشدياكون القديس حبيب جرجس. المناسبة الثانية 50 سنة على ظهور أمنا السيدة العذراء في كنيستها بالزيتون. المناسبة الثالثة 50 سنة على وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية بالعباسية بيد البابا كيرلس السادس. وكمان زي ما شفنا في الفيلم في مناسبة رابعة، احنا تقريبا دلوقتي بقالنا حوالي 50 سنة لهجرة الأقباط من مصر وبداية تأسيس كنائس خارج مصر. الكنيسة القبطية انتشرت في كل العالم، بقى لينا حوالي 33 أسقف خارج مصر في حوالي 50 دولة في كل قارات العالم. عشان كده في 3 أهداف على الأقل إحنا عشانها اتجمعنا مع بعض في اللقاء دوت. أول حاجة باك تو ذا روتس، عودة للجذور. الهدف إن إحنا نعمق صلات الشباب الحاضرين معانا بجذورهم الكنسية والمصرية. اللقباط انتشروا في العالم كله، نجحوا وعاشوا واشتغلوا، أثروا وتأثروا، لكن هيبقى سر قوتهم في ارتباطهم بجذورهم. عشان كده في الأسبوع ده هندوق ونتمتع بحلاوة كنيستنا وروحانية كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وكمان هندوق ونتمتع بجمال وحضارة مصر بلدنا اللي بنحبها كلنا. ده السبب الأول والهدف الأول للقاء. الهدف الثاني جوي. وإحنا بنجهز ونرتب للقاء من حوالي 6 شهور وكل تفاصيل اللقاء، حاجة كده في روح كانت منتشرة في كل الخدام والخدمات واللجنة المنظمة، حاسين كده وبنعيش فرح حقيقي، وحاسين كده بالآية اللي كان قالها نحمية، لأن فرح الرب هو قوتكم. وإحنا مرة كده من مرة الاجتماعات اللي بنجهز فيها للقاء لقينا قداسة البابا مسك القلم وعلى السبورة ولقينا كتب كلمة جوي، وراح كتب كلمة جيسس وكوبتك وإيجيبت،
ومن هنا الهدف الثاني من لقائنا دوت هو ان احنا نفرح بجذورنا الثلاثه، جذورنا الروحيه وجذورنا الكنسيه وجذورنا المصريه والوطنيه. الورق ضاع، مش عارف اقول اي حاجه. بس الهدف الثالث، احنا قلنا الهدف الاول باك تو ذا روتس، الهدف الثاني جوي، الهدف الثالث هو ان احنا نسمعكم. احنا عايزين نسمعكم. من اهداف اللقاء ان احنا نسمع الشباب. الشباب هم المستقبل، عشان كده عايزين نسمع ارائكم، عايزين نسمع احلامكم، عايزين نسمع طموحاتكم لكنيستكم. احنا في برنامج المؤتمر سيدنا البابا شجعنا ان احنا نعمل حاجه اسمها سيمينار، نناقش فيه 5 موضوعات مهمه جدا. الموضوعات ديت بعد ما هنناقشها في السيمينار دوت بنعمه ربنا هتناقش في سيمينار المجمع المقدس للكنيسة القبطية في نوفمبر 2018، ودي حاجة كويسة جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين لقاء عظيم زي ده وتاريخي، كان نفسنا بجد ان احنا نستقبل كل شباب مصر، كل شباب الكنيسة في مصر وخارج مصر، كان نفسنا يكون الكل بيشاركنا دوت، لكن ان شاء الله ده يحصل في المستقبل. لكن اللقاء ده عبارة عن تجربة صغيرة بنختبر فيها قدراتنا وبناخد خبرة للقاءات الجديدة إنشاء إلهنا الصالح. الكلمة الثانية بتاعتي هي شكر. بشكر إلهنا الصالح. كان شعارنا وإحنا بنخدم وبنشتغل في اللقاء دوت إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. إلهنا كان صالح معنا جدا وهو أبرع جمالا من كل بني البشر. بجد ربنا ادانا أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر. في حد مهم جدا عايز اشكره كمان، قداسة البابا. سيدنا هو صاحب الحلم، صاحب الفكره ديت. مش بس صاحب الحلم والفكره، لكن محبته واهتمامه وتشجيعه ودعمه لينا المستمر لينا كخدام هو سبب خروج هذا الملتقى للنور. زي ما انتم شايفين كده في الفيلم، لما سألوا سيدنا البابا عايز الشباب اللي يجي من كل أنحاء العالم يشوفك إزاي، قال بابا. ودي الحقيقة، سيدنا فعلا بابا. قعدت يا سيدنا أفكر أقول لقداستك إيه، ما لقيتش غير كلمات مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرولوس مطران ميلانو والنائب الباباوي لأوروبا في آخر رسالة بعتها لقداستكم قبل أن يحتوا بساعات، وقداستك سمحت بنشرها. سيدنا ساعتها قال لقداستك: الله عالم بتعبكم الكبير ومحبتكم الأبوية، لأجل هذا هو ساندكم بيمينه، وكل ما سوف يعمل هيكون للخير بشفاعة أم النور. أحب وأنا واقف في المكان ده بتاعي أشكر كل المسؤولين في الدولة المصرية، كل المسؤولين بصراحة ادونا كل الدعم والتعاون والتنسيق. ترتيبات اللقاء كانت كتيرة جدا جدا وتفاصيله يعني كتيرة جدا، ما لقيناش منهم غير كل حب وتعاون وتنسيق. باسمكم نقدم ليهم شكر كبير جدا لكل المسؤولين في الدولة. بشكر مجموعة من الرعاة، كان دعمهم كان له دور كبير جدا في إقامة هذا الملتقى. اسمحوا لي ان اشكر اخواتي الكهنة والخدام والخدمات اعضاء اللجنة المنظمة. بجد الكلمات بتعجز عن التعبير عن المجهود الكبير اللي بذلوه علشان يخدموا ويفرحوا كل شاب جه من كل انحاء العالم. هختم كلمتي بأمنية. من كل قلبي بتمنى أن هذا الملتقى يفرح قلب ربنا ويفرح قلب الكنيسة كلها ويفرح قلب قداسة البابا. الكنيسة وقداسة البابا محتاجين يفرحوا بعد الظروف اللي مرت بيها الكنيسة الفترة الأخيرة. نفسي الملتقى ده يفرح قلوب المصريين كلهم ويفرح قلوب الخدام والخدمات اللي تعبوا وخدموا عشان يفرحوا الشباب، ويفرح قلب كل الشباب والشابات المشاركين معانا عشان يكونوا فعلا بعد هذا الأسبوع
نور وملح ورائحة المسيح الزكية، ينشروا الحب والسلام والفرح للعالم كله. شكراً.